وللتهنئة معانا على التليفون الأستاذ صابر حسين وهو مدرب فريق الشباب لكرة اليد مواليد 2000 بالنادي الأهلي. كابتن صباح الفل على حضرتك ومليون مبروك. كابتن صابر صباح الفل. صباح الفل يا كريم. كل سنة وحضرتك طيب ورمضان كريم عليك وعلى أهل بيتك ومليون مبروك. يعني كأس بطولة جديد بيضاف إلى يعني دولاب بطولات الفرق المختلفة في النادي الأهلي، فطبعا أولا ألف مبروك، وثانيا عايزين نعرف من حضرتك كده ملخص للبطولة دي ومشوار النادي الأهلي فيها اللي كل في النهاية بالنجاح. أنا أول حاجة بس يعني بنقول ألف مبروك للنادي الأهلي وكل عشان النادي الأهلي، مبروك مجلس الإدارة بقيادة كابتن مجدي الخطيب، مبروك للنشاط الرياضي بقياده الكابتن رؤوف، مبروك لجهاز كره اليد بقياده الكابتن ياسر الرملي، مبروك لكل اهلاويه. البطوله طبعا غاليه تضاف لدولاب النادي الاهلي، واحنا من اول الموسم واخدين على عاطفتنا اللي احنا ما فيش بطوله نريحها الحمد لله. وماتش امبارح اكبر دليل على كده، الولاد لحد اخر ثواني بتقاتل في الملعب عشان تاخد البطوله. والحمد لله ودوت اللي النادي الاهلي علمه لنا ان احنا كل البطوله نخشها زي السبعه. فطبعا دوت بنحاول ننقله للولاد، والحمد لله ولادنا امبارح كانوا على قد المسؤوليه وكانوا رجاله جدا جدا في الملعب، وقدروا يتوجوا تعبهم في مباراه امبارح وخلال البطوله بالفوز بالكاس الحمد لله. الحمد لله الف مبروك. وطبعا النقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها احنا شخصيا اتكلمنا فيها قبل كده كتير حتى في اطر مختلفه، بس فكره ان النادي الاهلي وكل من هو مرتدي لتيشيرت النادي الاهلي ايا كانت الرياضه او ايا كان نوع اللعبه، دي مش بتعمل عبء عليكم يعني وعلى اللاعبين وعلى المسؤولين فكره ان مفيش بطوله ندخلها وناخد مركز تاني؟ ما عندناش حاجه اسمها مركز تاني. عندك حق كلامك، بس احنا من كتر ما عشنا جوه النادي الاهلي وتعودنا على الكلام ده، بقى الكلام دوت جزء من تكويننا كناس رياضيين سواء لعيبه او اداريين او مدربين، ودي زي بقت ثقافه جوانا كابناء النادي الاهلي من الاجيال بتديها الاجيال. فبالتالي الاجيال اللي بتيجي بعد كده بتاخد نفس الطباع وبتاخد نفس الجينات، فبقى دوت موروث عليك. فموضوع الضغط مش موجود عندي، انا اتعودت على خلاص، اتعودت على المكسب، فده مش ضغط عليا، ده بقى جزء من تكوين شخصيتي الرياضيه اللي انا كل بطوله بكسبها، فده مش عبء، ده حاجه من تكويننا خلاص. جميل. طيب احنا يعني مره ثانيه بنكرر لحضرتك التهنئه كابتن صابر حسين مدرب فريق الشباب لكره اليد مواليد 2000 بالنادي الاهلي، مليون مبروك وان شاء الله المزيد من البطولات والمزيد من النجاحات.